احسن محمد مكملين لقاءاتنا وكمان لاعبي النادي الاهلي اللي كانوا نجوم النهارده، ويمكن البدايه مع ابراهيم حسن. يعني ابراهيم الف مبروك الفوز النهارده، اداء اكثر من رائع. يعني كلمني بقى عن اهم التعليمات اللي خدتها وانت نازل كمان من كابتن حسن. طبعا الحمد لله على الفوز النهارده، فوز مهم في وقت صعب. بنشكر ربنا الاول على الفوز واللعيبه كلها والجهاز، ان احنا اللعيبه كلها كانت رجاله من اول دقيقه. نعم الماتش دخل فينا جون في اول الماتش ما كناش عاملين حسابه، بس الحمد لله في الشوط الاولاني قدرنا نعوض، والحمد لله بقى كسبنا الماتش. كابتن حسن بقى قال لك ايه وانت نازل، خاصة ان الفريق كان واحد واحد وكان الماتش مقفول شوية؟ لا طبعا قال لي انزل وركز والعب عادي، العب لعبك، انت لعيب كبير. ودايما كابتن حسن اي حد بيكلمه، اي حد بيكون نازل بيتكلم معاه بطريقة ايجابية وبيشجع اللعيبة كلها، وده اللي حصل الحمد لله. نزلنا اللعيبة كلها ادت بشكل كويس. شكرا ابراهيم، ودايما موفق بإذن الله. كملين كابتن اسامة لقاءات.